مستوى ديال الراجل هذا العام مزيان ما بيش، ولكن خاص مهاجم اخر وشي لاعب في وسط الميدان يكونوا في المستوى رابحين ان شاء الله 3-0. كنتمنى داك القرار ديال منع التيفو يحيدوه من المغرب من الماتش ديال الدار البيضاء، وبالنسبه لذاك القرار شويه صعيب على الجمهور ديال الرجاء والوداد. نتمنى الفريق الرجاء البيضاوي انتصار ان شاء الله، وديما ديما رجاء. واش نقول لك اخويا، ما صراحه ما قرار ما والو اللي قراو، كنشوفوا شي لوحات فنيه رائعه في المدرجات وما حيدوا لينا التيفو. واش نقول لك، راه بحال حيدوا لينا الرجاء، راه اكثريه ديال البنات راه كيجي كيتفرج على التيفو. ان شاء الله رابحين ان شاء الله بشي جوج. المستوى ديال الشوط الاول متذبذب في وسط ميدان غائب بصفه نهائيه، في حين لاعب كروشي ما كيصعدش بزاف باش يعاون الاظهره. كنلاحظوا التقدم الوحيد في الفريق هو ابو طيب. المستوى ديال الجوله الاولى كان الفريق اولمبيك اسفيو لاعب مباراه جيده، كان ساد جمع المنافذ، تمركز مزيان في الملعب. فريق رجاء البيضاوي ما 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 كانش عنده فرص ثانيه حتى التسجيل. يعني الرجاء راه باقي ما عندهمش فريق اللي ممكن يعتمد عليه في البطوله. بالنسبه لهذا العام انا بالنسبه لي كتبان لي الرجاء مع يعني استثناء الا استثنيتو في هذا الفتره الشتويه، الى قدروا يديروا شي انتدابات اللي قدروا ربما يحسنوا شويه الوضعيه ديالهم. شحال من مقابله حنا كنتسناو على انتصار الانتصار الانتصار، في حقيقه شحال من اللعابه ما كانوش في نهارهم، وهذا الشيء اللي يمكن لي نقول لكم. حقيقه انا ما فرحانش. مقابله كما شفتوا درنا اللي علينا، خلقنا فرص كثار ما سجلناش، كنا بغينا ننتصروا باش نديروا للجمهور اللي صراحه كيشجعنا وكيصبر معنا. الغالب الله. المقابلة بكل صراحة كنا متخوفين، لأن فريق رجاء من بعد انتصار وتعادل ضد الوداد كنا غادي ياخذ الصحوة ديالو، فكنا شي شوية متخوفين، لكن كنا مستعدين في نفس الوقت من جميع النواحي. والمقابلة ربما في الشوط الأول جاتحوا لنا واحد جوج فرص ربما كانوا يغيروا مجرى ديال المقابله، والخروج ديال اوساغونا عطانا شي شويه ديال الارتياح، ما بقيناش متخوفين من الكرات العرضيه، ولينا عارفين بان بن حليب غادي يلعب تمريرات قصيره ويقلب على لي زون دو. لي ما سي بيان باسي، اي سيرتو ان دوزيام ميتون و سي امبوزي، اون افي لا بوسينغ او نيفو ديال ليكيب ادفيرس، مي مالوريزمون لا فينيسور نوزا كوتي شير. كان علينا زعما نحققوا نتيجه ايجابيه هنا في الدار البيضاء. الحمد لله لعبنا مقابله جميله كما شفنا الجميع، خلقنا فرص ما حاولناش نترجموا الاهداف، ولكن الحمد لله نقطه مدينه الدار البيضاء نقطه جيده.